اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. هنشتغل مع بعض النهاردة شكل جديد من زينة رمضان، طريقة سهلة وبسيطة. كل اللي هنحتاجه هنجيب كوستر خشب. الكوستر ده انا طبعت عليه اسم، اللي انا بتتباعي عليه الاسم اللي انتي عاوزاه. الكوستر ده مقاس 10، هو بيتباع ب10 جنيه. هعمله بالشكل ده كده، مبياخدش خيط كتير، والاطار بتاعه شكله جميل ومميز. ممكن نستخدمه في حاجات كتير، ممكن نجيب فانوس خشب وبرضه نشتغل عليه بالخيط ونعمله فرع زينة، نعلق عليه الأسماء اللي احنا عاوزينها ونعلقهم يكونوا فرع زينة. أنا هشتغل معاكم في فيديو النهاردة الإطار اللي حوالين الكوستر ده، وفي الفيديو الجاي إن شاء الله هنعمل فرع زينة كامل. فكل اللي هنحتاجه هنجيب كوستر زي ده مقاس 10، واجيب اي بواقي خيط ده خيط السلسلة او الاطان، مش هياخد خيط كتير. انا هستخدم معايا ابرتين، هستخدم ابرة مقاس 5 وابرة مقاس 3. الابرة مقاس 3 هي اللي هشتغل بيها الغرز المنزلقة اللي حوالين الكوستر هنا، انما الشغل الخارجي ده هشتغله بابرة مقاس 5 وولاعة طبعا عشان اقص بيها الخيط. هستخدم الإبرة مقاس 5 الأول، هدخل في أي فتحة موجودة هنا في الكوستر، هسحب الخيط اشتغل سلسلة. يبقى كده اشتغلت سلسلة في أول فتحة في الكوستر. هروح للغرزة اللي بعديها وهشتغل غرزة منزلقة. هرتفع سلسلة، هروح هنا في الفتحة اللي بعديها وهشتغل غرزة منزلقة. انا واخدة الخيط الزيادة اللي هنا اهو معايا تحت الشغل. هرتفع سلسلة واروح في الفتحة اللي عليها الدور واشتغل فيها غرزة منزلقة. بعد كده هشتغل سلسلة والفتحة اللي عليها الدور هدخل فيها واشتغل فيها غرزة منزلقة. وبفضل ماشية بنفس الطريقة، ان انا برتفع سلسلة بروح للفتحة اللي عليها الدور بشتغل فيها غرزة منزلقة، وبرتفع سلسلة وبروح للفتحة اللي عليها الدور وبشتغل غرزة منزلقة. طريقته سهلة وجميلة، سهلة وبسيطة جدا للناس اللي ما بتعرفش لسه تشتغل كروشيه. بدايته جميلة، غرزة السلسلة والمنزلقة. نشتغل اهو سلسلة ونروح للفتحة اللي عليها الدور وبنشتغل فيها غرزة منزلقة، وبعد كده بنشتغل سلسلة وبنروح للفتحة اللي عليها الدور ونشتغل منزلقة سلسلة، الفتحة اللي عليها الدور بشتغل فيها غرزة منزلقة. وافضل مكملة كده لحد ما اوصل لنهاية الدور، ان انا بشتغل سلسلة وبروح للفتحة اللي عليها الدور وبشتغل فيها غرزة منزلقة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وارجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة وهشتغل اخر غرزة معاكم، ان انا ارتفعت السلسلة وهروح للغرزة اللي عليها الفتحة اللي هي عليها الدور وبشتغل فيها غرزة منزلقة. بعد كده بشتغل سلسلة، هرتفع بالخيط شوية، هجيب الولاعة وقصيت الخيط بالولاعة عشان يدي الطرف معايا كده علشان ما يكرش. هسحب الخيط ده، هجيب الإبرة الرفيعة اهي. دلوقتي هقفل السطر ده، هجيب الإبرة هسحب
هدخل كده من تحت السلسلة اللي انا كنت ارتفعتها في بداية الدور بالشكل ده كده. دي اول غرزة عملتها في بداية الدور. هسحب الطرف اللي انا قصيته ده من تحتيها بالشكل ده كده. عشان يدي معايا شكل الغرز اهو. بعد كده هاجي هنا عند الطرف ده عند اخر غرزة سلسلة عملتها. هدخل في الطرف اللي بره ده. هسحب الخيط اللي جوه. اديت معايا نفس شكل الغرز اهي. كده قفلت السطر ده. هدخل كده الخيط هنا في الغرز من ورا كده وهرجع لكم تاني. ودخلت الخيط تحت الغرز اهو من جوه. دلوقتي هجيب الولاعة واقص الطرف من هنا. وهلزقه بالشكل ده. الطرف بيكون سايح فبلزقه على الخيط. هو مش بيبان يعني قوي. دلوقتي هشتغل المنزلقات اللي هي حوالين الكوستر هنا زي هنا بالظبط عشان تديني الشكل ده في النهاية. فهجيب الإبرة الرفيعة عشان لو اشتغلت بالإبرة مقاس 5 مش هتدخل معايا لأن الأخرام بتاعة الكوستر ضيقة لأنه صغير. فهستخدم إبرة مقاس أصغر. إبرة مقاس 3. وبرضه لو حابة يكون لون مختلف عادي بس أنا هشتغل بنفس اللون. فهدخل في أي فتحة من الفتحات الموجودة على الكوستر وهسحب الخيط وهشتغل منزلقات. هدخل في الفتحة واسحب الخيط وهشتغل منزلقة. همشي بالدور بنفس الطريقة. انا بدخل في كل فتحة بشتغل فيها غرزة منزلقة. هي بتكون معايا بالشكل ده كده المنزلقات. يبقى ادخل في كل فتحة من موجودة من الكوستر واسحب الخيط واطلع من الحلقة اللي على الابرة. دي غرزة المنزلقة. وافضل ماشية كده بنفس الطريقة ان انا بدخل في كل فتحة من الفتحات اللي موجودة على الكوستر وبشتغل غرزة منزلقة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للنهاية وارجع لكم اقول لكم هنقفل ازاي. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لاخر فتحة واشتغلت فيها منزلقة. هرتفع برضو بالخيط كده وهجيب الولاعة واقصه بيها. قصيته بالولاعة اهو. هسحب طرف الخيط هاجي هنا من تحت بالإبرة من آخر أو من أول غرزة منزلقة. هسحب الخيط وهاجي عند هنا برضو آخر غرزة منزلقة عملتها. يعني أنا سحبته من تحت أول غرزة منزلقة اشتغلتها. هاجي عند الفتلة دي هسيب الفتلة اللي جوه وهاجي عند الفتلة اللي بره في آخر غرزة منزلقة وهسحب الخيط بالشكل ده كده. هنا هطلعه من الفتحة من ورا. هيكون معايا بالشكل ده كده. نفس الغرز بالظبط اهو. مش مختلف عنها خالص. نفس تقفيلة الغرز. هاجي عند الخيطين من ورا. الفتلة اللي هي بتاعت البداية وفتلة النهاية دي هربطهم في بعض. هربطهم بس امان للشغل. بعد كده هدخل الخيط برضو
تحت هدخل الخيوط الزيادة دي تحت الشغل كده، وارجع لكم تاني اوريكم الشكل النهائي هيكون عامل ازاي. واشتغلت ودخلت الخيط في الشغل من جوه، وحرقت الاطراف بتاعته بالولاعة. هيكون معايا ظهر الشغل بالشكل ده كده، هيكون معايا الوش كده شكله جميل. اطار طريقته سهلة. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل فرع الزينة، هنعمل فوانيس جديدة شكل جديد علشان نشبككم في فرع الزينة. ودي كانت الفكرة بتاعتنا في فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.